سكان محافظة جدة في معالجة تحسين المشهد البصري برفع السيارات التالفة المهملة من الشوارع والميادين. طبعا دور أمانة محافظة جدة يعمل بآلية تأشير السيارات عبر مناديب يتبعون لشركات تابعة مع أمانة محافظة جدة، وخلال 7 أيام من التأشير يتم رفع المركبة عبر أعضاء اللجنة. أعضاء اللجنة مكونة من أمانة جدة والبحث والمرور، بعد 7 أيام ترفع المركبة وتحفظ في حجز أمانة محافظة جدة لمدة 90 يوم. ودنا أنهم يكثفون الحملة هذه لأن السيارات الآن كثرت، شوه منظر المدينة، ضررها على المنظر العام والذوق العام. بعد 90 يوم طبعاً يتم كبس المركبة بعد أخذ موافقات من الجهات المعنية المشاركة معنا باللجنة. طبعاً خلال 90 يوم بإمكان ملاك المركبات استعادة مركباتهم بالآلية الجديدة اللي أطلقناها قبل 2 أسبوع من اليوم، وهي استعادة مركبات عبر منصة نفاذ. وهذه الخدمة تتيح لملاك المركبات استعادة مركباتهم من المقر اللي هو الموجود فيه بدون الحاجة إلى مراجعة الأمانة.